حضرتك هو نام خلاص. تعالي تعالي يا حبيبي اقعدي. بس يا بنتي عايزاكي تخلي بالك من عمار. انا عارفه ان هو وقت كويس بس يا ريت ما كنتش في اي امر. يا كنت ما تخافيش ده شافوا الولاد اللي بيلعبوا الحاره. انا كمان اتربيت يا كنت وكده يا ربنا وكان مع عمار راجل كويس قوي. انا مش عايزاكي تخافي عليه خالص. شكرا يا حبيبي اتفضلي. ده انا لسه مش ايوه انا لو حطيت صباعي جوه بقي هيقضيه. ستي قلت اللي هو مش بيقعد. ماما بصي يا سنتي بصي يا سنتي ده كله ايه ده كله ايه الشنط دي كلها يا حبيب. قفلت المرتب النهارده وقلت اظبطك معايا انت بتهديني الدنيا كده. نم وهو الجرح بتاع العضه بس بعد البتادين في المو. المو ده احلى حاجه شفتها في حياتي صراحه. يا حبيبه خدت عمار وراحت عشان توصله المدرسه. هنسحب برضو ونزل عشان يفطر عشان هندخله بعد كده برضو مكان الايه الجرح. مين دي؟ طب مش كنت قلت لي شايف ناب جوه سنه مش عايز. اسحبي بس خلاص خلصنا والله خلص خلص بس خلصنا خلاص خلص بس 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 انا مش قصدي حاجه يا ست الكل بس ده عمار واحنا لازم نحافظ عليه. انا لقيت الكلب ده في قلب الشارع. طب وانا مالي بيها يا ماما؟ هي بس لو فكرت بيها كان جسمه متلج كان بقه مليان تراب وكان معضود وده كان وارم قاعد طلع كان معضود بقاله كام يوم لان الجرح كان مطلع صديد بطريقه رهيبه. خالص مشاعرك تلغي مشاعرك تبدأها ازاي يعني؟ انت كده مش هتتجوز ولا هتكون اسره وانا مش محتاجه اتجوز. يلا بايا ماما. يلا يا بطل ادخل على المدرسه. غيرنا خلاص على الجرح. يعني غيرنا خلاص على الجرح يا زغن. طب ماشي اطلع بيه المدرسه. عنده حتة مناخير عنده حتة مناخير. احنا اهم حاجة لازم نصور مناخيره مناخيره ووشه. ايه ده عزل عزل جميلة يو ايوه بيعلمهم تحيي.